الألوان عندها أهمية كبيرة في الحياة، كتخلينا نعبروا على الأذواق ديالنا، على الحالة النفسية أو حتى على الانتماءات ديالنا. وبالنسبة للمدن حتى هي، إذا كانت المدن كتميز بمناخها، تاريخها والمعالم ديالها، فحتى الألوان كتساهم في إعطاء كل وحدة الطبع الخاص بها. في شمال المغرب مثلاً، وبالتحديد في أصيلة، كنلقاو أن اللون الزرق والبيض هو اللي غالب على الأزقة ديالها. وبما أنها قطب ثقافي، كنلقاو أن بعض الفنانات زينوا حيوطها بلوحات تشكيلية جميلة. نفس الألوان تقريباً كنلقاوها في أزمور، الملقبة بلا سيتي دي زارتيست، المدينة اللي كتطلع على واد أم الربيع. إلا أننا تلقاو العديد من المباني غالب عليها اللونين الأبيض والأخضر، وهذه المباني هي المساجد والزوايا اللي موجودة بكثرة في أزمور. أما إلا بعدنا شوية وكملنا حتى للصحراء، تنوصل لزاكورا اللي كتوفر على واحدة من أجمل واحات إفريقيا، واللي فيها أكثر من 2 مليون نخلة. ألوان المباني ديالها كتفكرنا باستمرار بالرمال ديال الصحراء وبتومبوكتو اللي على بعد 52 يوم على ظهر الجمل.